أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن واقعة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنها واقعة عين؟ هذه إذا وصلناها إن شاء الله بينا ما فيها. وهؤلاء تسلطوا على حاطب بن أبي بلتعة، تسلطوا عليه مع أن الله تاب عليه ورضي عنه وعذره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا يتابعون وينسون ذنوبهم وما هم عليه ويتابعون صحابيا جليلا يتابعونه على شيء قد سامحه الله فيه وعفى عنه؟ فلا أحد يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أحد منهم. نعم.